مباشر. حد يسمع لينا؟ انا عندي مشكله مش لاقيين تعامل يا بيه. عايز ما حدش يسمع. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بنتكلم عن المشاكل المتعلقة بالري والمياه والصرف وأهمية حل هذه المشاكل. بتعتبر مشكلة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع الخصوصية من أهم المشكلات التي تواجه المزارعين، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات في فصل الصيف، لأن في هذه الفترة بيبقى عندنا احتياجات للمحاصيل الزراعية. وحيث أن عمليات تطهير الترع الخصوصية من اختصاص الفلاح من خلال التعاون الزراعي أو جهاز تحسين الأراضي أو من خلال القطاع الخاص أيضا، إحنا كبرنامج زراعي مباشر بنؤكد من الآن على عملية تطهير الترع والمصارف الخصوصية. واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وده لأن هي ابتدت فعلا زراعات الموسم الصيفي من شهر مارس الماضي بزراعات محصول القطن، وخلال هذا الشهر إن شاء الله سيتم زراعة الأرز والذرة. وبالنسبة لمحصول الرز خصوصا، بناشد كل السادة المزارعين عدم التوسع في زراعة الأرز بالمخلفة، لأنه سيتم إزالة المشاتل المخلفة وغير المحدد لها الزراعة في هذا الموسم. من البداية هيتم إزالة المشتل، وده هيكون بكل حزم وشدة، لأن المساحات اللي تم وضعها وتحديدها بدقة ده طبقا للكروكيات التي أعدت بالتنسيق بين وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ده في محافظات زراعة الرز الثمانية، وده طبقا لقرار أو لقرارات وزارة الري. أنا بتمنى لكل إخواننا الفلاحين موسم زراعي ناجح وموفق بإذن الله، ولكن الالتزام بالقوانين مهم جدا عشان نحقق الهدف ده، عشان فعلا يبقى موسم ناجح، يبقى موسم موفق. نلتزم بالقانون، أول مواطن هيستفيد هو الفلاح المصري، أول إنسان هيحس بالعائد من الالتزام وتطبيق القوانين والتوصيات اللي بتعلنها الدولة الفلاح المصري هو المستفيد الأول في هذه المنظومة. عدم إغراق الأسواق بمحاصيل زراعية بكميات غير مدروسة، استخدام المياه بمقننات سليمة طبقا لكل محصوص متخصص له مقنن من المياه لا يؤثر على المزارع بجواره، الالتزام بكل قواعد التي يتم الإعلان عنها من جانب مديريات الزراعة مهم جدا، علشان في نهاية الموسم المزارع يحصل على حقوقه كاملة. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعية مباشرة.